السلام عليكم. يوم جديد كله كده بهجة، والحقيقة البهجة زايدة عندي جدا لأن ضيفتي اللي معايا في الفقرة الأولى بنوتة أمرايا، أنا أساسا من جمهورها، هي لسه نقول وجه جديد بس شطورة قوي، والحقيقة صغنطوطة خالص خالص، ولما شفتها انبهرت كده انبهار الجمهور العادي، ففرحانه بيها قوي قوي، وحققت فتره صغيره نجاح في اكتر من حاجه، ف يعني سعيده انها مشرفاني، كمان حبي زايد ليها لانها كمان اسكندرانيه، فانا بحب اسكندريه جدا، بحب كل اهل اسكندريه، وبيشرفني الجميله الفنانه ماريا اسامه. انا مبسوطه انبساطه الدنيا كله ان انا مع حضرتك. يا روحي. بجد بجد. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. انما انت صغنطوطه جدا جدا اكتر كمان من التلفزيون، مش مساله جسمك، لا ملامحك اسم الله عليكي، دي نعمه من عند ربنا يعني. الحمد لله. ربنا يحميكي، ربنا يحميكي يا حبيبتي. ماريا انا عايزه اعرف، انت طبعا كلنا تابعنا برنامج الدوم، وانت ما شاء الله اكتستي كل المراحل والاختبارات، وما شاء الله طلعتي الاولى. الحمد لله. وحتى كنت بتعملي دور لهند صبري، فهند قالت لك انا مبهوره بيكي وبتفرج عليكي، انت احسن مني. الحمد لله. هو كان المشهد ده كان اول فيلم قصير للفنانه هند صبري، كان فيلم اسمه صباح الفل، هو كان الفيلم كله متاخد وان شوت، فهو الفيلم انا شفته مره في حياتي كنت مبهوره بيه، ازاي الصدق ده وازاي الكاميرا شغاله وراها كده ومفيش اي ستوب، فحبيته قوي. فاول ما جه مرحله الدوم دي كنت حابه اعمله جدا بمساعده الكوتش بتاعي احمد مبارك، فقال لي يلا بينا جدا، بس انا ما كنتش اعرف ان استاذه هند صبري جايه اساسا. والله يعني انت اخترتي الدور بتاع هند من غير ما تعرفي انها في اللجنه؟ بالظبط. بعد كده عرفت، كنت بقى مرعوبه، مش عشان حاجه بس يعني هي صدفه غريبه بالنسبه لي، سبحان الله، فكنت متوتره جدا ان انا اعمله قدامها، بس قلت انا طالعه اتبسط، وهي بتحب الفن وهي فنانه كبيره، ف مهما كان حتى للجميله هند صبري كل سنه وهي طيبه. كل سنه طيبه يعني وخير. فنانه محترمه راقيه، انا بحبها جدا جدا، انا من جمهورها كمان، وانا جدا جدا، وهي قالت لي احنا دلوقتي مش بنتكلم على ممثله في برنامج، احنا بنتكلم على ممثله محترفه مش بتتقيم، فكلامها كان فارق معايا جدا. الله جدا. الله. وطلعتي الاولى. الحمد لله، خدت لقب الدوم فئه التمثيل. طيب اشرحي لي ماريا، فكره هوايه التمثيل جات لها ازاي؟ يعني هل حد من اسرتك في الوسط الفني، هل حد هو اللي دفعك من اسرتك، مثلا باباكي او مامتك قالوا لك لازم تدرسي فن، ولا انت كده؟ انا والدي كان مخرج كنسي في الكنيسه. أيوة. بيعمل مسرح، فمن وانا صغيره بروح معاه. طبعا في المسرح بقى الكواليس. قاعده لازقاله في الكواليس. بالظبط. يعني حتى المسرح عندنا في الكنائس كان بيتبني، ما كانش مسرح ثابت. ايوه. فالعمال بقى ونشيل خشب، وكنت بحب اساعده ونمسمر الخشب ونطلع نعمل، وانا كنت بكتب من وانا صغيره، كنت بقعدهم قدامي كده بابا وماما ومين اخويا، واعمل شعر واكتب سكتشات قصيره للاطفال وافضل قدامهم بقى، وبابا يقول لي مثلا عدلي كذا اعملي كذا. ومين اخويا دلوقتي في برضو اداب قسم مسرح. الله. كمان وانا في معهد المسرحيه. كنت تيجي مع ماريا. ايوه. يا ريت. مين هو الداعم الاول، اكتر حد داعم ليا في حياتي؟ اصغر منك ولا اكبر؟ لا اكبر مني باربع سنين. يا روحي. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك يا رب. هو اللي شجعني ادخل معهد في المسرحيه، هو اللي شجعني اقدم في الدوم، هو اللي قدم لي اساسا، يعني ما كنتش اعرف، هو اللي راح عمل لي الاستماره. يا حبيبي. يعني هو بيدور دايما ان انا اوصل قبله، فده فارق معايا في كل وقت. وان شاء الله انتوا الاثنين توصلوا سوا وتبقوا من اهم نجوم مصر. ربنا يخليك. وانت عملتي يعني قطعتي شوط كبير جدا يا ماريا. كلنا شفناكي في السفاره كمان مع احمد امين. يعني انت حقيقي موهوبه بشكل واضح جدا جدا. شكرا. واحمد كمان يعني والاستاذ المخرج اكيد مش هيختاروا اي حد. يعني طب كلميني عن اختيارك للسفارة. هو الموضوع جه الاول ان شركة المتحدة، هو برنامج الدوم كان تبع شركة المتحدة ميديا هاب. ايوه. فبعد ما كسبنا تم ترشيحي، واستاذ علاء اسماعيل اختارني من ضمن الناس المرشحين، يعني الجولو على طريق شركة اروما، فهو اختارني. واول مره شافني فيها وهو بيسلم عليا قال لي خلي بالك عشان انا مراهن عليكي. الله على الجمله. هي جمله عظيمه ومرعبه. فانا طول الوقت انا مش عايزه اخيب امله فيا، ومش عايزه اخيب امل اي حد واثق فيا، وخصوصا يعني انا عملت، يعني انا بعد البرنامج عملت في ايجار قديم، وعملت في الاصلي، وعملت في وبيننا معاد، فبس المساحه هنا كانت اكبر، وكان برضو
نوع مختلف، كوميديا ومسلسل في رمضان وقدام عمالقة. فانا كنت مرعوبة، ومخرج واثق فيا مش لسه بيجرب، فانا مرعوبة جدا. بس الحمد لله انا ما عدتش بالمراحل دي في السفارة غير بثقة كل اللي حواليا فيا، استاذ احمد، طه تسوقي، اي سماحة، ما شاء الله كلهم حلوين، كلهم مميزين ورائعين الحقيقة بجد. فاكرة اول دور جالك على مستوى الاحتراف؟ انا اول حاجة اشتغلتها في الميديا عموما كان مسلسل موسى. موسى ده كان قبل برنامج مع احمد محمد استاذ محمد سلامة. ايوه حبيب، ايوه محمد سلامة، صح. أيوة. صح. كان اول دور جالي خالص، وكان الكاستنج بتاعه جالنا في اسكندريه، كانت كله صدفه، الموضوع كان كله صدفه. هم اللي جم اسكندريه عشان يختاروا، سبحان الله. يعني ما بتحصلش كتير بالظبط، وناس كتير قوي قدمت جدا، فما توقعتش، استحاله حد يختارني. بس انت كنت طالبه في المعهد ولا كنتش لسه دخلتي؟ كنت طالبه في سنه اولى. اولى يعني كنت لسه واخده ستيب 1 يعني. انا قبليها كنت دايما في المسرح، انا في المسرح من وانا عندي 4 سنين بالظبط. لا ما انت متربيه كمان في المنطقه الصعبه اللي هي اصل المسرح ده اولا هو الكاشف للممثل بالظبط، والقدرته كمان هو الاكاديميه، يعني المسرح هو اكاديميه في حد ذاته، فانت تربيتي من وانت طفله في تفاصيل المسرح، العمليه المسرحيه. طيب فكره انك تحترفي وتجيلك اول فرصه في موسى، وكان لنجم كبير زي محمد رمضان الحقيقه، فده يعني ربنا بيهديكي بهدايه كبيره، ومخرج طبعا كبير زي استاذ محمد سلامة. انا مش فاكره حقيقة كان تاليف مين. لا ما ولا انت فاكره، مش مشكله عادي يعني ان شاء الله يعني بنعتذر يعني جت عابره كده. طيب اول مره بقى تقفي خالص قدام الكاميرا شعورك ايه؟ وخاصه محمد سلامه من جيلك يعني، او يعني مش سنه مش كبير. بالظبط. فالمساله بتبقى اسهل لما يكون مخرج من جيلك. هو طبعا كنت قادره اتعامل بقرب اكتر، ويبقى هو فاهم برضو ان انا لسه صغيره ولسه ببدا، فطول الوقت هو كان بعد كل مشهد، انا عموما بلتزم بالورق، بس كل واحد كل ممثل بيبقى عنده كده عايز احط الكاركتر بتاعي الشخصيه، عايز اثر في الورق برضو، فكنت كل ما اغير حاجه يقول لي لا شاطر، لا حلو، لا كملي، لا برافو عليكي، مش من النوع لا اعملي اللي مكتوب وي وي وي، لا كان داعم ليا. وكنت كل ما كنت احط افيه في المسلسل او حاجه كان يقعد يضحك ويقول لي طب بصي نعيده بقى تاني ونعمل كذا كذا، فكان بيزود لك او يبروز لك الافيه بالظبط. فلا يعني ربنا كتبني نصيب ان كل مسلسل اشتغلت فيه المخرج بتاعه كان دايما بيسبورت مي. تاني مسلسل كان مين كالمخرج؟ تاني مسلسل كان ايجار قديم قدام استاذ شريف منير. شريف يا شريف ده من يعني من ارقى واجمل البشر، زميل عزيز وصديق وفي وممثل بقى عتويل. يعني شريف انا شايفه انه شبه الاجانب والزمن اداله ملامح وتقطيع كده وتقسيم في وشه وعينيه بقى فيها عمق كبير جدا جدا. هو كاريزماتيك ما شاء الله عليه بدون اي كلمه يعني. ايه بقى وشريف بيساعد اي حد، دي حقيقه. كان ليكي مشاهد معاه؟ انا كانت مشاهدي معاه اساسا كنت طالعه بنت الفنانه فدره اللي رافضه ان شريف منير يتجوزها. فكنت طالعه حربايه خالص، من بعديها ابتدوا يسكنوني في الجزء ده مع ان انا مش كده والله. انت عسوله. بصي انت للوهله الاولى ابتسامتك مشرقه كده، ربنا يخليكي، ومحرضه على الابتسامه. يعني في ناس وهي بتبتسم تحس ان انت كمان عايزه تبتسمي، فانا اعتقد ان انت في منطقه الكوميديا هيبقى ليكي وجود قوي جدا. هو استاذ حسين فهمي كان في اخر حلقه، احنا برنامج الدوم سيزون 1 كان مختلف لان كان كل مرحله كانت لجنه مختلفه غير سيزون 2 يعني، كنا بنشوف كذا لجنه تحكيم. فاستاذ حسين فهمي في الفاينل خالص كنت جالي بقى على الهوا ان انا احول المشهد التراجيدي اللي انا عاملاه لمشهد كوميدي على الهوا، فالموضوع كان صعب بالنسبه لي، كان استاذ كريم عبد العزيز اللي طلب مني الطلب ده. اول ما حولت المشهد كوميدي استاذ حسين فهمي قعد يضحك جدا، قال لي انت تخليكي في الكوميدي، انت كارثه كوميدي. فانا كنت طول الوقت بحب التراجيدي، بس هو فتح لي السكه، وفعلا جه اختيار استاذ علاء اسماعيل ليا في مسلسل كوميدي، مع اني ما توقعتش ان انا اعمل كوميدي خالص، والكوميدي مرعب لان هو صعب لو الجمهور استثقل دمك. هي المساله عايزه ميزان بالزبط. يعني ميزان من ذهب فعلا عشان تعملي كوميديا، ما تبقاش المساله استظراف او الحاح بالزبط. عشان تخلي اللي قدامك يضحك. طيب شريهان رئيس تحرير بتقول لي اسالك ايه اللي حصل في جمصه؟ انا بطارد وحياه ربنا انا بطارد. ايه بقى؟ طب انا عايز اعرف ايه اللي حصل في جمصه. الناس ماشيه ورايا تسالني بجد. طب قولي. ما هو اخر في الحدوته الاول الناس ايه موضوع جمصه؟ عشان انا حقيقي ما اعرفش ايه موضوع. هو في افيه طول المسلسل ف
فهو استاذ احمد امين طول المسلسل بيتحول بالصفاره من مكان لمكان ومن زمن، يعني بيغير حاجات في القصص. فكل ما يروح قصه حد يقول له ولا انت نسيت اللي حصل في جمصه، ما بلاش بقى يا شفيق لحسن افكرك باللي حصل في جمصه، فهو نفسه هيتجنن، يا جدعان حد يقول لي ايه اللي حصل في جمصه. فالجمهور كله السوشيال ميديا كلها مقلوبه، حد يقول لنا احنا كمان ايه اللي حصل في جمصه. يعني ما تعرفيش ايه اللي حصل في جمصه؟ هو مكتوب في التتر في اخر المسلسل الى اللقاء في الصفاره 2 بين قوسين اللي حصل في جمصه. الله، يمكن ده تشويق. الله الله، حلو قوي حلو قوي، وسيله من وسائل الدعايه تحفه بجد. يعني كلنا مستنيين نعرف ايه اللي حصل في جمصه ان شاء الله. طيب ماريه، هستاذنك تطلع بس فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الاموره ماريه، وان شاء الله هتتبسطوا ان شاء الله بالحوار اللي جاي ان شاء الله. حبيب قلبي. مرموره الجميله ماريا، برحب بيكي مره ثانيه. وبعدين العصفوره قالت لي ان انت بتعملي دوبلاج وان انت شطوره جدا جدا في تغيير الاصوات. الى حد ما، يعني وانا صغيره كنت بحب الموضوع ده قوي من كتر فرجتي على الكرتون. كنت بركز بقى غير الاطفال العاديين، يعني الاطفال بتركز ده ضربه وده عمله، انا عايزه اعرف الصوت ده طالع من مين ورا الكاميرا، انت مطلع الصوت ده منين؟ ما انا عارفه ان انت مش حقيقي. يعني انا في مخي ده كرتون مرسوم، الصوت ده طالع من ممثل، ما اكيد ده مش صوته في الحياه الطبيعيه بقى. فابتديت اجرب في الاصوات ان انا عايزه اطلع صوت شبهه، ما انا ممكن اقدر اعمل ده. طب تيجي نعرف الناس، عشان ناس كتير ما يعرفوش عن ايه دوبلاج اساسا. اوكي. اختاري جمله، الجمله دي ثبتيها وقوليها لي بشخصيات مختلفه. ماشي. مثلا يا انا اتاخرت قوي عليك، كنت هتوه على ما وصلت لهنا. ماشي. اعمل لك اول حد، بص هعمله بعد كده نقول مين. يلا. ماشي. يا انا اتاخرت قوي عليك على ما وصلت لهني، انا كنت هتوه يا حسوني. هو حسونه نفسه. الله عليك، حلو قوي. وفي مثلا غمضوا عينيكوا كده، يعني هتسمعوها اكتر. ماشي. انا اتاخرت قوي على ما وصلت لهني يا اولاد، انتوا كنتوا وحشيني خالص. ده يا جميله. وفي الاميرات اللي دايما بيعملوهم في ديزني. ياه انا اتاخرت قوي على ما وصلت لهنا، دورت عليك كتير واخيرا لقيتك. طب الساحره الشريره. ماشي. انا اتاخرت قوي على ما وصلت لهنا بس اخيرا لقيتك. انت عسوله جدا جدا. خليكي يا رب. طيب بنوته شعبيه. ماشي. انا اتاخرت قوي على ما وصلت لهنا بس اخيرا لقيتك. جميله جميله يا مريم، برافو عليكي والله عظيم. شكرا جدا. عسوله خالص. و شكرا جدا. وارجوك اشتغلي كوميدي كتير. يعني انا حابه جدا. يعني بجد انت يعني عندك فعلا الحس ده، ووشك وابتسامتك زي ما قلت لك محرضين على الابتسامه. وملامحك شبه جيلك، يعني بنوته مصريه وملامحها أمرايا يعني. طيب قولي لي اشتغلتي مع مين مخرجين تاني غير استاذ اسامه واستاذ محمد اسامه؟ اشتغلت مع استاذ علاء اسماعيل. طبعا. واشتغلت مع استاذ محمد سلامه. اشتغلت مع استاذ سميناش الاسم بتاعه مني. انت عامله زي تقريبا. انا يا بنتي الزهايمر مناسب لسني، لكن انت لسه بدري. لا ما تركيش الجزم. اشتغلت مع استاذ هاني كمال ومنى معاد. واشتغلت مع استاذ مين تاني؟ اشتغلت في ايجار قديم. واشتغلت الاصلي مع مع دكتور احمد حسن. جميل احمد كمان جدا، يعني مخرج جميل، وكلهم مخرجين شباب حياه يعني واعدين جدا جدا وعملوا. طموحك او احلامك ايه وانت لسه في البدايه كده؟ فالطموح كله والاحلام بتبقى طازه يعني. بصي، هو انا دايما من وانا صغيره عندي مشكله في السؤال ده، لان انا عايزه افضل مبسوطه، فطول الوقت بحس ان الحاجه طالما هتخليني مبسوطه عايزه اعملها. يعني طول ما التمثيل مخليني مبسوطه وشابع رغبتي في ان انا بخرج بره شخصيتي، بعمل زعلانه وبعمل التمثيل بجد بيخرجنا برانا، وده شعور احنا مفتقدينه في الحياه، لان الحياه كلها اعباء. عايزه اقول لك حاجه،
ربنا يديمها عليكي نعمه، نعمه الانبساط. ربنا يخليكي. والانبساط بشغلك وبهوايتك. يعني انا عايزه اشوفك ان شاء الله في اقرب وقت محققه جزء كبير من احلامك. ربنا يخليكي. وناجحه اكتر واكتر، وانا بحبك جدا. انا بموت فيك والله. وربنا يخلي لك بابا وماما طبعا واخوكي حبيبي يا رب. وسلمي عليهم الثلاثه. يوصل. ما عندكيش اخوات تانيين؟ لا، هو مينا بس. ربنا يخلي لك مينا. ربنا يخليك. ومينا اتمنى ان شاء الله تشتغل انت كمان في المجال الفني وتكون ضيف عندي باذن الله، وانت برضو محقق نجاح زي ماريا. ميرسي يا روحي. ميرسي. انا مبسوطه جدا انا كنت معاكي. الله يخليكي يا حلوه. ميرسي جميله. ميرسي. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت. هنطلع دلوقتي لتقرير ماستر جولد ايجيبت. ماستر جولد ايجيبت زي ما احنا عارفين طول شهر رمضان الكريم بتخليني انزل الشارع، ودي بتبقى فقره من اهم واحب الفقرات لقلبي. بقابل ناس وبسالهم سؤال، واول ما بيجاوبوا على السؤال ماستر جولد ايجيبت بتديني سبيكه ذهب اوصلها لهم. ولما قلت لهم طب اخواتنا في البيوت هما كمان محتاجين سبيكه ذهب، فقالوا لي ينزلوا الابلكيشن بتاع ماستر جولد ايجيبت من على الجوجل بلاي او الاب ستور ويجاوبوا السؤال وينزلوا بياناتهم، وباذن الله في السحب يكونوا سعداء حظ معانا. سؤال بقى حلقه النهارده لاخواتي اللي قاعدين في البيوت: عيد من الاعياد الموروثه يحتفل بها المصريين مع قدوم ربيع. كل سنه وانتم طيبين. نطلع بقى نشوف التقرير ونكمل باقي حلقاتنا. شكرا جدا لشركة ماستر جولد ايجيبت. رمضان كريم كريم كريم، بتسألني عليا وتقول وحشك عليا. الليلة بالليل الليلة هنمشي شارع عميق انا وانت سوا. شركة ماستر جولد ايجيبت الحقيقة بتحاول تساعد كل الناس على قد ما تقدر، وفي سبايك ذهب هدايا هنمشي في الشارع ونسأل اخواتنا الطيبين اسئلة ويجاوبوا عليها، وبإذن الله لما يجاوبوا اجابة صحيحة هياخدوا سبيكة ذهب. مش بس كده، كمان اخواتي في البيوت بإذن الله هينزلوا الابليكيشن بتاع ماستر جولد ايجيبت ويجاوبوا سؤال وينزلوا بياناتهم، وباذن الله هنسحب وسعداء الحظ هيكون ليهم معانا باذن الله هدايا كتير. شكرا ماستر جولد ايجيبت. انا وانا ماشيه كده بتمشى لقيت واحده من سني ومن جيلي. اه طبعا. فقلت يسعدك. فانا بحب افرح الناس اللي من جيلي. لا لا لا، تعالي تعالي يا كتكوته، تعالي. سملة سملة سملة. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ تعال. سليمو؟ يا سليمو سليمو، خد 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 يا سليمو، يلا قول اسمك ايه؟ خد. ربنا يحفظك يا رب. اسمك ايه؟ أميرة. ايه الجمال ده؟ يعني أميرة وشكلك أميرة. وأميرة أكيد مامت ندى. ما شاء الله. بس أميرة يعني ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، شكلك كأنك أختها. الله يكرمك. اللهم صل على النبي. الله يسعدك. أميرة بنوتك الكبيرة ولا المتوسطة؟ الكبيرة. اسم الله. عندك إيه تاني؟ عندي بنوتة تانية اسمها ليلي عندها 19 وعمر 14. عمر بقى ديك البرابر. اسم الله. ربنا يحفظك. الله يكرمك. طيب أنا دي مسابقة. تمام. شركة اسمها ماستر جولد ايجيبت، هي شركة لتصنيع وتجارة الذهب. قالت لي يا نشوى امشي كده في شوارع مصر وقابلي اصحابنا الناس الطيبين واساليهم سؤال، لو جاوبوا اديهم جايزة. الجايزة عبارة عن ايه؟ سبيكة ذهب. يا سلام. والذهب انت عارفة اليومين دول غالي. ولو ما جاوبوش هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ لا لازم نجاوب. مش عارفة. هنجاوب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا هسأل سؤال صعب حبتين. طب انا الفقرة دي هسيب ندى تسأل ماما سؤال، ولو ماما جاوبت هتاخد سبيكة الذهب، لو ماما جاوبتش انت اللي هتاخدي سبيكة الذهب. كم عدد اجزاء القرآن؟ 30. نسقف بقى كلنا. ما شاء الله ما شاء الله. وسؤال يعني صعب.
وماما جاوبت عليه، فماما لازم تاخد السبيكه الذهب من ماستر جولد ايجيبت اهي. نفتح برضو لحسن ما كانوش حطوها ولا اهي السبيكه اهي اهي. اتفضلي. شكرا جدا. والفاتوره اهي عشان لو حبينا نبيعها ولا حاجه. شكرا جدا اهي. اتفضلي. انا مبسوطه جدا ان انا قابلتكم بجد وبوسه بقى. طبعا اتمنى. ماستر جولد ايجيبت والله حاجه جميله جدا، ورمضان كريم عليهم حبيبتي. ربنا يكرمكم. ربنا يسعدكم. طيبين يا حبايبي. حاجه تفرح، والحقيقه ماستر جولد ايجيبت بتحب تفرح كل المصريين، وانا شخصيا فرحانه جدا جدا بصاحبتي الجميله اللي جاوبت على السؤال صح. وربنا يسعد كل الناس، ولسه مكملين، ولسه في اسئله تانية، وفي كمان اسئله لاخواتي اللي في البيوت وان شاء الله يجاوبوا عليها. بس يدخلوا ينزلوا الابلكيشن بتاع ماستر جولد ايجيبت، وباذن الله كلنا كسبانين. نشوف حد تاني. ماستر جولد ايجيبت، لحظات تتائل بالذهب.